السلام عليكم. درس اليوم مقدم من رياض ومدارس جامعة الزرقاء ثانوية البنين، معلمة المادة هبة السلامة. رح ندرس اليوم الدرس الثاني من مادة الإحصاء، اللي هو بيحكي عن أثر تعديل البيانات على مقاييس التشتت. طبعا إحنا تعلمنا بصفوف سابقة أثر تعديل البيانات على مقاييس النزعة المركزية، اللي هم المتوسط الحسابي والمنوال عنا والوسيط، وتعلمنا إنه مقاييس النزعة المركزية بتتأثر بالعمليات الحسابية الأربعة، اللي هم الجمع والطرح والضرب والقسمة. في درسنا اليوم بدنا نشوف أثر تعديل البيانات على مقاييس التشتت، اللي هم المدى والانحراف المعياري عنا والتباين. خلينا نشوف مثال المكتوب عنا. إحنا مراجعة عما ما سبق عنا، إنه إذا كانت عنا علامات 7 طلاب في أحد الاختبارات كالآتي 7 6 8 4 5 6 6، وعدلت العلامات، إنه كيف عدلنا عليها؟ إنه أثرنا عليها بالضرب، ضربنا كل علامة أو كل مشاهدة بالعدد 2 وأثرنا عليها بالجمع، إنه ناتج الضرب ضفنا له عنا 3. طلب منا نكتب العلاقة التي تعبر عن هذا التعديل ونحسب المتوسط الحسابي قبل التعديل عنا وبعده. نشوف الحل. هلا العلاقة التي تعبر عن التعديل، علاقة إحنا بنعرف إنه علاقة بدها تكون خطية، هيك تعلمنا. صاد عنا العلامة بعد التعديل والسين العلامة قبل التعديل. صاد تساوي 2 س، لأنه إحنا ضربنا كل علامة ب2، زائد عنا 3. المتوسط الحسابي قبل، بما انه عندي انا مجموعه قيم، اذا مجموع القيم على عددها، لو جمعنا القيم الموجوده عندي علامات الطلاب قبل التعديل بيطلع 42 عندنا على عددهم، عديناهم بيطلعوا 7، يعني المتوسط الحسابي قبل التعديل حيكون عندنا 6. بالنسبه للمتوسط الحسابي بعد التعديل، يعني سين بار بعد، يعني هعوض، يعني مكان صاد يعني انه هي بعد التعديل هي سين بار بعد، بتساوي 2 في سين. سين يعني هي المتوسط الحسابي انا حسبته قبل شوي قبل، زائد 3، يعني 2 في 6 زائد 3 بيطلع عندنا المتوسط الحسابي عندنا بعد. بالمقارنة بين المتوسط الحسابي قبل التعديل والمتوسط الحسابي بعد التعديل، بنلاقي انه اتاثر فعليا المتوسط الحسابي بعمليه الضرب عندنا، بعملية الضرب عنا وعملية الجمع، وكمان حيتأثر بعملية القسمة عنا وعملية الطرح. لكن بالنسبة لدرسنا اليوم أثر تعديل البيانات على مقاييس التشتت، قبل ما نأخذ مثال بدنا نناقش عنا الملاحظات التالية الموجودة عنا. يعني درسنا بيعتمد على هذه الملاحظات، مهمة جدا رح نعتمد عليها في كل الشرح. مقاييس التشتت بداية بالنسبة لعملية الجمع والطرح ما بتأثر بعملية الجمع والطرح، لكن بعملية الضرب إنه ليكن صاد القيمة بعد التعديل والسين عنا القيمة قبل التعديل، وكانت العلاقة بينهما كالتالي عنا: صاد يساوي ألف سين زائد باء. أكيد عنا علاقة خطية مثل مقاييس النزعة المركزية. فالعين بعد عنا رح تكون، رح ناخد، شايفين معامل سين عندنا اللي هو ألف، رح ناخد القيمة المطلقة له، ما بناخده سالب، لأنه ما بيصير عندنا انحراف معياري ومدى وتباين يطلع عندنا بالقيمة السالبة. رح ناخد القيمة المطلقة له إذا كان سالب ونضربه بالانحراف المعياري قبل. ولأني قلت قبل شوي إنه ما بتأثر بعملية الجمع والطرح، ما رح نضيف له أو نطرح له عندنا العدد الثابت. كمان المدى بعد التعديل بناخد القيمة المطلقة لمعامل سين ونضربه بالمدى قبل التعديل، وما بنضيف له باء أو بنطرح له باء. أما التباين بعد التعديل، لأنه أنا بعرف إنه التباين هو مربع الانحراف المعياري، إذا رح ناخد عنا مربع ألف اللي هو مربع معامل سين عنا ونضربه في التباين قبل التعديل. نشوف مثال على هذا الكلام. مثال 6-7 بحكي لي إذا كان المتوسط الحسابي لمجموعة من المشاهدات يساوي 5، أعطاني سين بار قبل 5، والمدى عنا يساوي 7، والانحراف المعياري يساوي 2.5 عنا، عدلت جميع القيم حسب العلاقة التالية: صاد يساوي 8 ناقص 4 س، العلاقة الخطية التالية، ضربت أنا كل مشاهد، ضربت عنا المقاييس اللي عندي أو المشاهدات اللي عندي أو القيم من قبل التعديل بالثابت سالب 4 وضفت له العدد 8. طلب مني نحسب المتوسط الحسابي بعد التعديل والمدى بعد التعديل والانحراف المعياري بعد التعديل والتباين بعد التعديل. هل المتوسط الحسابي بعد التعديل ناقشنا قبل شوي إنه بيتأثر بالجمع وبتأثر عنا بالضرب، يعني رح نعوض في العلاقة صاد مباشرة. 8 ناقص 4 في السين بار قبل، يعني اللي هي عنا بالسؤال معطى عنا 5، بيطلع عنا السين بار بعد سالب 12. بالنسبة للمدى بعد التعديل، أنا بعرف إنه بيتأثر بالضرب، يعني رح ناخذ معامل سين هو سالب 4، القيمة المطلقة له 4، وبنضرب في المدى قبل التعديل 7، يعني 4 في 7 28.
كمان الانحراف المعياري بعد التعديل نفس الشيء، ناخذ القيمة المطلقة لمعامل س سالب 4 بنضربه في عين بعد التعديل اللي هو عندنا 2.5 عندنا، فبيطلع عندنا 4 في 2.5 ويساوي عندنا 10. اما التباين عندنا، التباين هو اول شيء عندنا رح نحسبه لانه مش معطى عندي بالسؤال، لكن بما انه معطيني الانحراف المعياري بنعرف انه التباين قبل التعديل هو مربع الانحراف المعياري، يعني 2.5 تربيع 6.25. تباين بعد التعديل عين تربيع بعد، رح ناخذ مربع الف سالب 4 تربيع 16 نضربها بعين تربيع قبل اللي هو نفسه التباين ويساوي 100. هذا بالنسبه لاثر تعديل البيانات على مقاييس التشتت. هلا بالنسبه للموضوع بدنا نناقشه عندنا، موضوع عندنا دمج البيانات. كيف يعني دمج البيانات؟ احنا بنعرف انه اذا كان مثلا لو كان عندنا شعبه الف و10 الف و10 باء عندنا، وبدنا نحسب عندنا علامات الرياضيات للشعبتين سوا، او اذا كان في عندنا مثلا شركه إذا فرع ألف فرع باء عندنا، بدنا نحسب مجموع رواتب الموظفين للفرعين سوا. كيف رح نشتغل؟ شايفين الجدول اللي عندي أنا، رح نحكي المجموعة الأولى المجموعة الثانية أو الفرع الأول والفرع الثاني، عدد القيم عندنا للمجموعة الأولى نون واحد والمتوسط الحسابي لإلها سين واحد بار والانحراف المعياري عين واحد، والمجموعة الثانية نون تنين والمتوسط الحسابي لها سين تنين بار والانحراف المعياري عين تنين. رح نستخدم القوانين زي ما انتم شايفينها، بنحفظها مثل ما هي، نعرف احصاء احنا متعامل، يعني نتعامل مع قوانين جداول. كيف نجد المتوسط الحسابي والانحراف المعياري بعد دمج المجموعتين؟ المتوسط الحسابي بعد الدمج زي ما انتم شايفين عندنا نون واحد في سين واحد بار زائد نون تنين في سين تنين بار على مجموع القيم للمجموعتين للفرعين او المجموعتين. الانحراف المعياري بعد الدمج، اول شيء لازم نطلع مجموع مربعات القيم لكل مجموعه، وذلك عن طريق الانحراف المعياري للقيم. راح نفرض انه ميم واحد مجموع مربعات القيم للمجموعه الاولى، وميم اثنين مجموع مربعات القيم للمجموعه الثانيه، ومنعوض بالقوانين التاليه اللي هي عين واحد تربيع في نون واحد ناقص واحد زائد نون واحد في سين واحد بار تربيع. كمان نفس القانون بنطبقه، بس بدل ما نكتب عنا واحد حنكتب تنين، لاني انا بتعامل مع مين؟ مع المجموعة الثانية. التباين بعد الدمج رح يكون هو مربع الانحراف المعياري زي ما انتم شايفين القانون، ميم واحد زائد ميم تنين بكون حسبهم بالاول، ناقص نون واحد زائد نون تنين عنا في سين تنين في سين بار تربيع. سين بار تربيع عنا هي المتوسط الحسابي بعد الدمج، بعوضه مباشرة بكون حسبة بداية على نون واحد زائد نون تنين ناقص واحد. نشوف عنا المثال التالي على هذا الموضوع، تطبيق مباشر على القوانين زي ما انتم شايفين. هاي عنا شركة عنا فيها موظفين، عنا شركة لها فرع ألف وفرع باء، عدد موظفين عنا الفرع ألف عنا والمتوسط الحسابي لرواتب الفرع ألف والانحراف المعياري معطى عنا للفرع ألف، نفس الكلام عنا معطى للفرع باء. بحكي لي إذا قامت إدارة الشركة بدمج الفرعين ألف وباء، طلب منا نطلع الانحراف المعياري لرواتب الموظفين في هذه الشركة بعد دمج الفرعين معا. نشوف الحل، رح نحسب عنا سين بار بعد الدمج، نعوض في القانون عنا زي ما انتم شايفين، من وين بنجيب القيم؟ من الجدول، نون واحد في سين واحد بار زائد نون تنين في سين تنين بار عنا على نون واحد زائد نون تنين، عوضنا زي ما انتم شايفين عنا وحسبنا، وبنعرف انه الحسابات شوي بدها، احنا بنتعامل مع احصاء يعني الموضوع شوي صعب في الحسابات، بس بدنا ننتبه. بيطلع عنا 446.3 بالعشرة عنا المتوسط الحسابي بار. نطلع مجموع مربعات القيم، تعويض في القانون لكل مجموعة، هاي المجموعة الأولى، ومجموع مربعات القيم للمجموعة الثانية تعويض في القانون أعطتكم إياه قبل شوي، وهي عنا مجموع مربعات القيم للمجموعة الثانية. بعدين بنطلع الدمج عنا اللي هو عين التباين، يعني هو عين تربيع، هاي القانون عنا عوضنا فيه اللي أعطتكم إياه قبل شوي، بننتبه للتعويض للحسابات. إذا مربع الانحراف المعياري اللي هو التباين طلع عندي 1687.9 بالعشرة، لكن هو بده الانحراف المعياري بعد الدمج، رح آخذ الجذر التربيعي للطرفين، إذا الانحراف المعياري بعد الدمج بيطلع لنا 41.8%. وهذا بالنسبة هيك بنكون أنهينا درس أثر تعديل البيانات على مقاييس التشتت، ويعطيكم العافية.